المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في برنامج حكايات الأصمعي والتي نذكر فيها شيئا مما نقله لنا الأصمعي من أشعار العرب وأخبارهم وجميل حديثهم وطرفهم في حكاية لطيفة بين الفضل بن يحيى وأعرابي قيل خرج الفضل بن يحيى البرمكي يوما الى الصيد ومعه الاصمعي ومحمد بن يزيد العقيلي والحسن بن هاني فلما قضى وطره من صيده ورجع يريد مضربه اعترضه اعرابي على راحله له فلما راى الاعرابي المضارب تضرب والخيام تنصب والعسكر الكثير والجم الغفير نزل عن راحلته وتقدم حتى مشى بين يديه وقال السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته فقال اي الفضل ويلك احفظ عليك ما تقول يا اخ العرب فقال السلام عليك ايها الوزير قال ويحك دون هذا فقال السلام عليك ايها الامير قال وعليك السلام ورحمه الله وبركاته الان قاربت فجلس فجلس بين يديه فلما مثل بين يديه قال يا اخا العرب من اين اقبلت قال من ارض قضاعه قال من ادناها ام من اقصاها قال بل من اقصاها قال الاصمعي فالتفت الي الفضل وقال يا اصمعي كم بين اقصى ارض قضاعه إلى العراق قال قلت ثمانين مائة فرسخ والفرسخ هي وحدة قياس قال يا أخ العرب مثلك من يقصد من ثمان مائة فرسخ إلى العراق فلأي شيء قصدت قال قصدت هؤلاء الأنجاد الذين صار معروفهم شائعا في البلاد قال من هم قال البرامكة فقال يا أخ العرب ان البرامكه خلق كثير وكلهم جليل خطير ولكل منهم خاصه وعامه فهل اخترت من قصدته لنفسك وابتديته لحاجتك قال اجل قال من هو قال اطولهم باعا واسمحهم كفا واظهرهم او قال اشهرهم كرما قال من هو قال الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك قال يا اخا العرب ان الفضل جليل المقدار عظيم الخطر اذا جلس للناس مجلسا عاما لم يحضر مجلسه الا العلماء والفقهاء والادباء والشعراء والكتاب والمذاكرون افعالم انت قال لا قال افاديب انت قال لا قال افعالم انت باخبار العرب واشعارها ونوادرها قال لا قال أفوردت على الفضل بكتاب وسيلة قال له قال يا أخ العرب لقد غرتك نفسك مثلك من يقصد الفضل وهو على ما عرفت به نفسك من جلال وذريعة ولا وسيلة قال يا أخ العرب لقد غرتك نفسك مثلك من يقصد الفضل وهو على ما عرفتك من جلاله بلا ذريعة ولا وسيلة قال والله يا امير والله يا امير ما قصدته الا لحسبه المعروف ولكرمه المالوف وببيتين من الشعر قلتهما قال يا اخا العرب اسمعني البيتين فان كان مما يصلح ان تلقى بهما الفضل اشرت عليك بلقائه وان كان مما لا يصلح ان تلقى بهما الفضل بررتك بشيء من مالي ورجعت الى باديتك ولم يستخف نفسك ولم يستخف شعرك قال وتفعل ذلك لي ايها الامير قال نعم فاني والله الذي يقول ويفعل قال الاعرابي في ابياته الم تر ان الجود من لدن ادم تحدر حتى صار يملكه الفضل فلو ام طفل مسها جوع طفلها وغذته باسم الفضل استطعم الطفل قال أحسنت والله يا أخ العرب قال فإن قال لك الفضل هذان البيتان قد مدحنا بهما شاعر غيرك وأخذ الجائزة عليهما فانشد غيرهما ما كنت قائلا قال إذا والله أقول أيها الأمير قد كان آدم حين حان وفاته أوصاك وهو يجود بالحوباء ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم وكفيت آدم عيلة الأبناء قال أحسنت والله يا أخ العرب فإن قال لك الفضل هذان البيتان أيضا مسروقان ما كنت قائلا قال إذا أقول والله أيها الأمير ملت جهابذ فضل وزن نائله ومل كتابه إحصاء ما يهب لولاك يا فضل لم يمدح بمكرمه خلق ولم يرتفع مجد ولا حسب قال احسنت والله يا اخ العرب فان قال لك الفضل هذان البيتان ايضا اخذتهما من افواه الناس انشدني غيرهما وقد رمقتك الادباء بابصارهم وامتدت اليك الاعناق فتحتاج ان تناضل قال اذا اقول ايها الامير وللفضل صولات على صلب ماله يرى المال فيه بالمبذله مذعنا ولو ان رب المال ابصر جوده لصلى على مال الامير واذنا قال احسنت والله يا اخا العرب فان قال لك الفضل وهذان البيتان ايضا مسموعان فانشدني غيرهما ماذا كنت قائلا؟ اذا والله اقول ايها الامير ولو قيل للمعروف نادى اخندا لنادى باعلى الصوت يا فضل يا فضل ولو ان ما انفقت من رمل عالج لاصبح في جدواك قد نفد الرمل قال احسنت والله يا اخا العرب فان قال لك الفضل هذان البيتان ايضا مقولان انشدني غيرهما ما كنت قائلا اعزائي المشاهدين نستكمل قصه الفضل مع الاعرابي بعد هذا الفاصل انتظرونا حياكم الله اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل وحكايه الاعرابي مع الفضل البرمكي وما كان بينهما من تخفي الفضل، وإنشاد الاعرابي له بابيات شعر، وإلى اخر ابيات قالها الاعرابي فرد عليه الفضل بتخفي، فإن قال لك الفضل وهذان البيتان ايضا مقولان فانشدني غيرهما ما كنت قائلا قال اذا والله اقول ايها الامير وما الناس الا اثنان صب وباذل فاني لذاك الصب والباذل الفضل على ان لي مثلا اذا ذكر الورى ليس لفضل لي في سماحته مثل قال احسنت والله يا اخا العرب فان قال لك الفضل وهذان البيتان ايضا مذكوران انشدني غيرهما ما كنت قائلا قال اذن والله اقول ايها الامير حكى الفضل بن يحيى سماحه خالد فقاربه التقوى وقاربه البذل وقام به المعروف شرقا ومغربا ولم يكن المعروف بعد ولا قبل قال الفضل احسنت والله يا اخا العرب فان قال لك الفضل طجرنا من الفضل والفضل فانشدني بيتين على الكنيه لا على الاسم ما كنت قائلا قال إذًا والله اقول ايها الامير الا يا ابا العباس يا اوجه الورى ويا ملكا خد الملوك له نعل اليك يسير الناس شرقا ومغربا فرادا وازواجا كانهم نمل قال احسنت والله يا اخا العرب فإن قال لك الفضل أنشدني بيتين بغير الكنية وبغير الاسم وعلى غير القافية ما كنت قائلا قال إذن والله أقول أيها الأمير يا جبل الله المنيف الذي تسعى إليه في الملمات الورى تأم أبوابك طلاب الغنى كما يأم البيت حجاج منا قال أحسنت والله يا أخ العرب فإن قال لك الفضل وهذان البيتان أيضا مسروقان انشدني غيرهما ما كنت قائلا قال والله لئن زاد امتحاني الفضل لأقولن اربعه ابيات ما سبقني اليها عربي ولا اعجمي ولئن زاد امتحاني لأرجعن الى قضاعة خائبا خاسرا ولا ابالي قال فنكس الفضل رأسه مليا ثم رفعه وقال يا أخ العرب أسمعني الأبيات فقال ولائمة لامتك يا فضل في الندى فقلت لها هل يقدح اللوم في البحر كأن نوال الناس من كل وجهة تحضر صوب المزن في مهمه قفري كان وفود الناس من كل بلده الى الفضل لاقوا عنده ليله القدر فخر الفضل على وجهه ضاحكا ثم رفع راسه وقال يا اخا العرب انا والله الفضل فقل ما شئت قال الاعرابي عزمت عليك ايها الامير اانت الفضل قال انا الفضل قال فاقلني على ما مضى من الكلام مني اليك ايها الامير قال اقالك الله اذكر حاجتك قال عشره الاف دينار قال يا أخ العرب ازريت بنا وبنفسك لك عشره الاف ومثلها فحسده بعض الجلساء وقالوا له ايها الامير تعطي شاعرا عشرين الف دينار كان يقنع بالقليل من الكثير بالله يا امير الا ما رميت عليه فان دفع عن نفسه ببيت من الشعر والا اخذت النصف وكان في النصف له الكفايه قال فسمع كلامه واوتر القوس وركب السهم وقال يا اخا العرب ادفع عن نفسك ببيت من الشعر والا اخرجت هذا السهم من عينيك فأنشأ العربي يقول فقوسك قوس المجد والوتر الندى وسهمك سهم الجود فاقتل به فقري فقال زيدوه عشرين على العشرين وفي أن الموت بصير قال الأصمعي رأيت بالبادية شيخا قد سقط حاجباه على عينيه فسألته عن سنه فقال مائة وعشرون سنة فقلت أرى فيك بقية، فقال: تركت الحسد فبقي عليّ الحسد، فقلت له: هل قلت شيئا من الشعر؟ فقال: بيتين في اخواني، فاستنشدته، فقال: ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين تبيدهم، كأنك تنحو نحوهم بدليلي وفي حكاية جشع مزرد ونهمة عن الأصمعي قال كنا عند الرشيد فقدمت إليه فالوذجة فقال يا أصمعي حدثنا بحديث مزرد فقلت إن مزردا أخ الشماخ كان غلاما جشعا وكانت أمه تؤثر عيالها بالطعام عليه وكان ذلك يحفظه فخرجت أمه ذات يوم تزور بعض أهلها فدخل مجرد الخيمه وعمد الى صاعي دقيق وصاع من سمن ثم جعل ياكله وهو يقول ولما غدت امي تمير بناتها اغرت على العكم الذي كان يمنع لبكت بِصَاعَي حنطه صاع عجوه الى صاع سمن فاقه يتريع ودبلت امثال الاثافي كانها رؤوس نقاد قطعت يوم تجمع وقلت لبطني ابشر اليوم انه حما امنا مما تحوز وترفع فان كنت مصفورا فهذا دواؤه وان كنت غرثانا فذا يوم تشبع فضحك الرشيد حتى استلقى على ظهره ثم قال كلوا بسم الله هذا يوم تشبع يا اصمعي ومن الحكايات الطريفه كذلك دخل عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان فوجده يتاوه فقال له يا امير المؤمنين لو ادخلت عليك من يؤنسك باحاديث العرب ويباسطك واسترحت فقال لست بصاحبي له فقال وما الذي تشكو يا امير المؤمنين؟ قال له هاج بي النسأ ليلتي هذه فبلغ مني ما تراه، والنسأ عرق من الورك الى الكعب، فقال ان بديحا مولاي ارقى الخلق منه فامر باحضاره فلما مثل بين يديه قال عبد الملك يا بديح أرقي رجلي فقال يا مولاي انا راقي انا ارقى الناس لها ثم وضع يده عليها وجعل يقول ما لا يسمع فقال عبد الملك قد وجدت راحه بهذه الرقيه اين فلانه ائتوني بها تكتبها لئلا يهيج بي الوجع بالليل فقال بديح يمينا يا امير المؤمنين ما اكتبها الا بتعجيل جائزتي فامر له باربعه الاف درهم فقال يا امير المؤمنين يمينا ما اكتبها حتى تحمل جائزتي الى بيتي قال تحمل فحملت فقال يا امير المؤمنين يمينا ما رقيت رجلك الا مباسطه بقول نصيب الا ان ليلى العامريه اصبحت على البعد مني ذنب غير تنقم فقال ويلك ما تقول قال ما رقيتك الا بها فقال تمها علي فقال كيف وقد سارت بها الركبان إلى أخيك بمصر أي يقصد عبد العزيز بن مروان فضحك حتى فحص الأرض برجليه وفي الختام صاحب العقل لا يستريح قال امرؤ القيس وهل ينعمن إلا خلي منعم قليل الهموم ما يبيت بأوجالي وقال الأصمعي هو كقولهم استراح من لا عقل له. نتوقف هنا اعزائي المشاهدين في حلقتنا هذه من برنامج حكايات الاصمعي على ان نلتقي بكم باذن الله تعالى في الحلقه القادمه فالى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البطين الثقافية